هذه العلاقة، علاقة الأخوة في الله، العلاقة السامية العظيمة التي لم يذق طعمها الكثيرون، والتي غلط في فهمها الكثيرون، والتي حاد عن مقتضاها الكثيرون، والتي غيرها وطمس حقائقها ومعالمها الكثيرون، والتي خلط حقها بباطل من خارجها وضدها الكثيرون. هذه لها فوائد وثمرات. إنها تجلب محبة الله، وجبت محبتي المتحابين فيه. إن أشدهما محبة لصاحبه الله عز وجل يحب أكثر. إنها تجلب كرامة الله، ما من عبد أحب عبدا لله إلا أكرمه الله عز وجل. إنها رابعا تجلب الاستظلال بظل الرحمن كما في الحديث: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. قال شيخ الإسلام: فقوله أين المتحابون بجلال الله تنبيها على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه. هو يتحاب في الله يا على معصية، تنبيها على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم. ثم خامسا، أن يتذوق الإنسان حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، وبذلك يثبت. من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحب إلا الله، رواه الحاكم وصححه الذهبي. من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبعه المحبة له. فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. سادسا، استكمال الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود بسند حسن. سابعا، يقي من العداوة يوم الدين: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. سابعا، دخول الجنة: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. تاسعا، القرب من المجالس من الله يوم القيامة: يا أيها الناس اسمعوا وعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. فجث رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا، جلهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال العربي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن، وصححه الألباني في صحيح الترغيب. عاشرا، وجوه تشع نورا يوم القيامة، والحادي عشر منابر من لؤلؤ، والثاني عشر منابر من نور، والثالث عشر غبضة الأنبياء لهم، والرابع عشر تسميتهم بأولياء الله، والخامس عشر انتفاء الخوف والحزن عنهم يوم القيامة، كله من الحديث السابق. والسادس عشر، أن المرأة بما أحبته لأهل الخير لصلاحهم واستقامتهم يلتحق بهم ويرتفع حتى لو لم يكن مثلهم في المرتبة. جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب. الصحابة قالوا: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت.